السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نأخذ حل امتحان من امتحانات الصف الأول الإعدادي، امتحان الفصل الدراسي الأول 2014-2015، إدارة أجد تعليمية بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة الجغرافيا، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. دي شكل الورقة، عبارة عن 5 أسئلة. السؤال الأول الخريطة. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة صماء للعالم، وضح ما تدل عليه الأرقام الآتية: 1، دائرة عرض خط الاستواء، دائرة عرض، نشوف الإجابة، دائرة عرض خط الاستواء. 2، قارة، اهي رقم 2 اهي، رقم 1 دي دائرة عرض، دي رقم 1، دي رقم 2، قارة ادي، نشوف القارة، قارة امريكا الشمالية. 3، بحر داخلي، 3، البحر الداخلي، دي رقم 3، نشوف البحر الداخلي، بحر داخلي الا وهو البحر المتوسط. 4، قارة، 4، رقم 4 اهي، قارة استراليا. 5، المحيط، 5 هو المحيط الهادي، 5 المحيط الهادي. من به، كده سؤال الخريطة انتهى، سؤال سهل وبسيط. نخش بقى على به، ما النتائج المترتبة على: 1، دوران الأرض حول الشمس كل 365 يوم وربع، نشوف الإجابة، تعاقب فصول السنة الأربعة، تعاقب فصول السنة الأربعة. 2، انفجار النجوم، ظاهرة انفجار النجوم النتائج اللي ترتبط عليها ايه؟ 2، نشأة السدم، هتبقى الإجابة انفجار النجوم، النتائج التي ترتبط على انفجار النجوم نشأة السدم. وكده السؤال الأول انتهى. نخش على السؤال الثاني. ألف، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها: 1، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، الإجابة هي أكبر كواكب المجموعة الشمسية. السؤال الثاني ألف إجابة أكمل: 1، أكبر كواكب المجموعة الشمسية كوكب المشترى، كوكب المشترى. 2، الخط الرئيسي الذي يقسم دوائر العرض هو خط، نشوف الإجابة، خط جرينتش. 2، خط جرينتش. 3، تقع جبال الهيمالايا في قارة، تقع جبال الهيمالايا في قارة آسيا، يطول النهار ويقصر الليل في فصل، يطول النهار ويقصر الليل في فصل الصيف، فصل الصيف. نشوف السؤال ب، كده السؤال ألف انتهى. في السؤال الثاني يقول ب بقى، ما العلاقة بين: 1، القمر وكوكب الأرض من حيث الدوران، القمر وكوكب الأرض من حيث الدوران، هنقول القمر يدور حول الأرض بينما الأرض تدور حول الشمس، القمر يدور حول الأرض بينما الأرض تدور حول الشمس. 2، القمر والشمس من حيث الضوء، القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليه بينما الشمس هي مصدر الضوء الرئيسي. يبقى كده السؤال الثاني انتهى. نخش على السؤال الثالث. ألف، ضع كلمة صح أو كلمة خطأ أمام العبارات التالية: 1، القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي، نشوف الإجابة، إجابة صحيحة. 2، الجهات الشرقية زمنها متقدم عن الجهات الغربية، نشوف الإجابة، الإجابة صحيحة. ولازم ناخد بالنا برضه هنا مفيش مع التصويب، لو كان في مع التصويب كنا نصوب، بس هنا مفيش مع التصويب. الأشعة العمودية أقل حرارة من الأشعة المائلة، الإجابة خطأ، العكس، الأشعة العمودية
أكثر حرارة من الأشعة المائلة. دي الإجابة الصحيحة لما نقول الأشعة العمودية أكثر حرارة من الأشعة المائلة. تتساوى دوائر العرض من حيث الاتساع والحجم. الإجابة صحيحة. ب كده السؤال ألف انتهى. نخش على ب. الماء هو سر الحياة على الأرض، لما له من أهمية كبيرة في حياتنا؟ في ضوء تلك العبارات أجب عما يأتي. 1. تقسم المياه إلى مياه عذبة أو مياه، دي سؤال طبعا معروف، مياه عذبة أو مياه مالحة. مياه عذبة أو مياه مالحة. ما المقصود بالأنهار؟ نشوف المقصود بالأنهار. أي 2. مجرى مائي عذب له منبع وله مصب، وينحدر حسب انحدار السطح. مجرى مائي عذب له منبع وله مصب، وينحدر حسب مجرى النهر أو مجرى السطح. 2. أهمية المياه في حياتنا. نشوف أهمية المياه في حياتنا. المياه العذبة، هناخد المياه العذبة أولا، مصدر الشرب وري النباتات، بينما المياه المالحة مصدر للثروة السمكية ومصدر لملح الطعام. السؤال رقم 4. دورنا في الحفاظ على مصادر المياه. ايه دورنا للحفاظ على مصادر المياه؟ يجب علينا الحفاظ عليه من التلوث، بمعنى ألا نلقي شيئا في الماء، ألا نلقي المخلفات، وأن نبعد الصرف الصحي عن المياه. وكده السؤال الثالث انتهى. نخش بقى على التاريخ. ثانيا التاريخ. السؤال الرابع ألف، لمن تنسب هذه الأعمال؟ 1. بناء تمثال أبو الهول. مين اللي بنى تمثال أبو الهول؟ الإجابة هي خفرع. 2. مين اللي طرد الهكسوس من مصر؟ مين اللي طرد الهكسوس من مصر؟ أحمس. الإجابة أحمس. 3. مؤسس الأسرة الثالثة. مين اللي أسس الأسرة الثالثة؟ الإجابة هي زوسر، اللي هو بتاع هرم زوسر المدرج. 4. القائد العربي الذي فتح مصر عام 641 هجرية. مين القائد العربي ده؟ هو عمرو بن العاص. 5. ترجع شهرته لاكتشاف مقبرته عام 1922. توت عنخ آمون. مقبرة اللي اكتشفه مقبرته عام 1922 هو توت عنخ آمون. نشوف كده السؤال ألف انتهى. نخش على السؤال ب. قارن بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حيث العاصمة ولون التاج. نشوف الإجابة. شعار مملكة الشمال بوتو، والتاج لونه أحمر. شعار مملكة الجنوب نخب، والتاج لونه أبيض. نخب والتاج لونه أبيض. دي شعارهم بوتو والتاج لونه أحمر. دي كده المقارنة انتهت. السؤال الخامس، بما تفسر اتخاذ فرعون وزيرا له؟ اتخاذ فرعون وزيرا له، لأن المملكة قد كبرت ويريد أحد معه لإدارة شؤون البلاد. 2. اهتمام المصري القديم بتحنيط جثث الموتى. السؤال ده مهم جدا. ظلت باقية بسبب الاعتقاد بالبعث والخلود، لأنهم اعتقدوا، لا بسبب الاعتقاد بالبعث والخلود، اللي هم يعني فكروا ان هم هيموتوا وبعدين يعيشوا تاني حياة أبدية.
ثلاثة، أهمية نبات البردي عند المصر القديم. نشوف أهمية نبات البردي. استخدمه المصري القديم في صناعة الورق. استخدمه المصري القديم في صناعة الورق. أهمية اكتشاف النار عند المصري القديم. عند المصري القديم أهمية اكتشاف النار. استخدمه في الطهي، واستخدمه في الإنارة، وإبعاد الحيوانات المفترسة عن مسكنه ليلا. وكده السؤال الخامس انتهى. نخش بقى على السؤال السادس. الامتحان عبارة عن 6 أسئلة، مش 5، 6 أسئلة. السؤال السادس: ألف، اكتب ما تشير إليه العبارات. آلة استخدمها المصري القديم لرفع المياه من المناطق المنخفضة لري المناطق المرتفعة. ايه الآلة دي؟ واحد، الآلة اسمها الشادوف. الشادوف. اتنين، حركة البيع والشراء التي كانت تتم بين القرى والمدن المصرية. ايه حركة البيع والشراء دي؟ حركة البيع والشراء هي المقايدة. المقايدة. نشوف السؤال رقم 3. قبائل رعوية جاءت من آسيا عن طريق فلسطين، أطلق عليهم المصريون الملوك والرعاة. من دول؟ الهكسوس. الهكسوس. القبائل الرعوية التي جاءت من آسيا عن طريق فلسطين هم الهكسوس. اذكر عاصمة مصر في عهد إخناتون وإمنمحات الأول. نشوف العاصمة في إخناتون، عهد إخناتون كانت اسمها أخيتاتون. أخيتاتون. بينما كان اسمها في عهد إمنمحات كان اسمها أسيتاو. أسيتاو. في عهد إمنمحات إمنمحات الأول. أمن نمحات الأول، في عصر أمن نمحات الأول كان اسمها أسيتا.